أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. اليوم نجد كثير من الشباب الذي يسعى إلى خلق فرص جديدة من أجل خلق بيئة نظيفة وسليمة وأيضا صحية، ومن أجل بناء مجتمع راقي. هذا ما يسعى أو ما يقوم به الشباب اليوم، لكن كل الشباب يعتمدون على هذه الأسس في حياتهم؟ للحديث أكثر رحبوا معي بالضيف الأستاذ كريم جسر، إعلامي وناشط مدينة. صباح الخير. صباح الخير أستاذ. صباح الخير عليكم وعلى مشاهدين برنامج صباح الدياب. عرفني أكثر عن حضرتك. أنا كريم جسر، أحد أعضاء رابطة مبدعي مدينة الثورة، وأحد أفراد القوات المسلحة العراقية. شاعر وأعمل المجال الإعلام. حلو، بالتوفيق. حلو، بالتوفيق. طيب، قبل الحديث عن حملة نظف بابك، حدثني عن رابطة مدينة الثورة. رابطة مبدعي مدينة الثورة اللي تعمل بمدينة الصدر، هذه الرابطة أسسها الأديب والروائي الأستاذ محمد علوان. نعم. ومشرف على الأرشيف مالته الأستاذ حميد الشريفي، وإحنا باقي أعضاء الإدارة. تأسست هاي الرابطة. كم عضو؟ لحد الآن وصل تقريبا 140 ألف عضو. حلو. تأسست هاي الرابطة قبل 3 سنوات تقريبا. الرابطة تحدث عن حقبة زمنية مضت، تحدث عن شخصيات المدينة من شعراء وأدباء. أنتم تعرفون يعني المدينة ولادة ومهمة جدا يعني طبعا الساحة الأدبية. إحنا عندنا 11 رواية شاركت مع بغداد ولي الأخير، كلهم من أعضاء رابطة مبدعي مدينة الثورة، وهذا إنجاز يحسب لها. رابطة عملت بكثير من المجالات، نزلت بالشارع. هي بدايتها كانت رابطة فيسبوكية عادية، نزلت بأول حملة، كانت حملة أدبية أنه نزلت للشارع ووقعت روايات بالأسواق، سوق مريدي وبنادي الولاء. طيب شلون بديتوا تطوروها؟ والله هي ما احنا ما نعرف هي شلون تطورت حقيقة. أول ما تأسست الرابطة كانت يعني مثل ما تفضلت حضرتك رابطة عادية، بعدين تطورت. احنا تطور حقيقة تفاجئنا به. اطلقنا أول حملة ضد مطلقي العيارات النارية، جانا قائد عمليات بغداد وجو وفد من وزارة الداخلية، وحصلنا على قرار من البرلمان، قرار انه يمنع اطلاق العيار الناري واكو به غرامات، يعني قرار وصل للبرلمان. بعدها سوينا فتحات للمعوقين ممرات، يعني بدال ما المعوق يروح يفتر فد 3 قطاعات 4 صار له ممر مقابل الدائرة الحكومية. بعدها اطلقنا حملة انه سوينا مكتبات مجانية. بدينا اول مكتبه نصبناها بقهوه ابو الحيم قطاع 28، هاي القهوه الولاده اللي هي قريبه من قطاع علي بن سيد خلف، كان مصباح القاطع عند التجيال بالضبط. قبل ايام يعني قبل اقل من شهر تقريبا الشباب عجبهم، يعني فمجموعه من الشباب قطع 61، طبعا تحياتنا لهم. طبعا هذا راح يكون سؤالنا. شفنا تقرير الزميل علاء الدين عن حمله نظف بابك في مدينه الصدر، حدثني عن الفكره وشروع بالعمل. والله هي الفكرة، هي يعني الشرارة الأولى انطلقت من قطاع 61، مجموعة شباب وأطفال قرروا أنه يكون لهم يوم بالأسبوع ينظفون بأكو حديقة أو مكان حلو، فودوا لي رسالة بالخاص، قال يابا إحنا نريد هاي الحملة وأنت شلون تدعمها. المهم سوينا دراسة للموضوع أنا مجموعة أشخاص، طبعا تحياتنا لهم. شعب ليش بتاخذوك لك يعني احترامات؟ باعتبار أنه أنت تمثل فد واجهة إعلامية بالرابطة وإلك تأثير بالشارع، شافوا شغلك أكثر أكو مقبولية. مو هو شنو أستاذ، أكو قطيعة، أكو قطيعة بين الدوائر الحكومية وبين المواطن، ماكو ثقة. بس من يزور مناشدة على رابطة مثلا قد تكون انسداد مجاري او انقطاع كهرباء او طفل ضايع او جنسيه ضايعه، يعني الشرطه نفسهم الشرطه المحليه والنجده مرات يصير اتصال علينا، احنا خلال اقل من 5 دقائق نقدر نوصل للعنوان ونعطيهم مثلا الطفل او المستوصفات ذاك يوم مستوصفات الملحن الكبير محسن فرحان اجى راجع باحد الدوائر. طبعا تحياتنا له، واتمنى اكيد تحياتنا له. فخلال يعني وقت قياسي انه اثرنا على المستمسكات ودزيناها لنا. فقلت لك احنا مجموعه اشخاص سوينا دراسه للموضوع، طبعا شاعر جبار رشيد وشاعر علي الصفار وشاعر حيدر جليل وشاعر جمعه عليوي كلهم تحياتنا، وحمزه الساعدي وطالب غريب وسعد ابراهيمي. فسوينا دراسه للموضوع انه شفنا المواطن جاي يتقبل من عندنا يعني. فرحنا احنا سوينا بوسترات وسوينا اعلانات ايفون، فعلقناها خصوصا بالقوافل اللي راحت الكربلاء، لان هي بهاي الفتره كانت الناس متوجهه تروح زياره الأربعين، فقلنا نستغل هاي المناسبه.
ودزينا يعني خلينا بالسيارات مالتهم للاعلان اللي هو الهاشتاج نظف الشعار مالتكم اي، وحتى شاركنا بالحمله كذا، دزينا مساحات وكذا. الحلو بالموضوع انه الناس بدات تتفاعل، يعني شفتوا اكو استجابه للموضوع. طيب هذا سؤالي، هل استجابوا اهالي المدينه معكم، وهل هناك سند يعني من الجهات الحكوميه؟ راح تتفاجئين حقيقه، انه اول ما بدات الموضوع قلت لك موضوع من عده اشخاص، الخاص مالتي قمت ما الحق عليه. حلو. وخصوصا القطاعات الاخيره تحياتنا لهم، اهلي وناس اكيد تحياتنا لهم. فبدات الصور تجي والمقاطع الفيديو، قام هم يصممون مقاطع فيديو ويدزوها. استاذ كريم احنا نظفنا فلان قطع زقاق ومحل وكذا. الحلو بالموضوع قامت الناس تسوي، مثلا اكو حفر بالشارع هم يجمعون بيناتهم يسوون هذا التخسف او فد شيء، اكو ناس قامت تخلي ضوايات بالشارع. حلو. اكو ناس قامت تجيب صناديل مال الوريد يتحركون يعني احد الاشخاص شو مره العفو بالشارع الداخل، فبيده بطل مال صودا راد يذب بالحاوية، فمشى مسافة يعني. فأحد الأشخاص إلى قال لي ليش ما ذبيته بالقاع يعني ليش ما تلبس؟ قال أنا مود كريم جسر يفضحنا برابط. أنا الموضوع كلش عجبني. زين هو خوفا منك لو يعني؟ لا هو مو خوف، وإنما أكو ناس طبعا المدينة ماكو إبداع، ما خرج من هاي المدينة حقيقة، ماكو إبداع بالعراق خصوصا من لاعبي كرة القدم. كل المؤثرات اللي تأثر بها الشارع هي تنبثق من المدينة، لأن باعتبار مدينة عدد سكانها يتجاوز 3.5 مليون. فمن يعني السؤال اللي حضرتك سألتي تقولين أكو تأثير، يعني ولاية تكساس بأمريكا أحد الأشخاص من أعضاء الرابطة طلع أطفاله بالشارع وخلاهم يكنسون الباب وصور مقطع فيديو وبعثه للرابطة، قال إحنا داعمين الحملة. أي نعم موجودة على صفحتي، يمكن شفتوها، ما أعرف برابطة موجودة. يعني الناس دعموا دعم هذا الشيء. اي دعم كلش. زين بالنسبه للسؤال، رغد الجهات الحكوميه عن استجابه دعمتكم حملاتكم؟ احنا كل عملنا هو جزء يعني جزء تكميلي للحكومه حقيقه. انا رحت لاماره بغداد، التقيت بالمفتش العام وبصالح حكيم مدير العلاقات والاعلام، والتقيت بقسم الفضاء مسؤوليه الوعي البلدي، والتقيت برئيس المجلس البلدي للصدر الاولى والصدر الثانيه. الناس ادوا تعاونهم وقالوا احنا داعمين للحمله. اكو شركات بعثت ان اكو حقيقه ما اخفيك يعني اكو اشخاص قال احنا مستعدين ندعم الحمله. لكن الاشخاص حزبيه احنا ما نقدر نتعامل مع حزب لانه رابطه لا تنتمي. مدنيه مستقله ما اشتركت باي انتخابات وما دعمت اي مرشح يعني، دعمت الانتخابات بشكل عام. لانه الرابطه تمثل الدور الابوي. احنا نخاف يعني من اشياء، مثلا اكو قنوات تابعه لاحزاب معينه انه تتبنى الفكره فتموت الفكره مالتنا. احنا دائما مثل ما قلت لك انه نمثل الدور الابوي مع الجميع، ما يعني ما نتقاطع مع احد، الجميع اخوه اعزاء. ولكن احنا هاي كلها اللي سويناها مجهودات شخصيه وبعض الافراد يعني قد يكون من الخارج او في شيء. استاذ كريم، ما هي المعوقات والمعرقلات اللي واجهتكم وكيف تغلبتم عليها؟ احنا قبل ان نناقش هذا الموضوع خلينا نروح فاصل قصير وبعدها راجعين ياكم. اهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. أستاذ كريم، مثل ما سألنا بس عن أي سؤال مرة ثانية، ما هي المعوقات والصعوبات اللي واجهتوها يعني وشلون غلبتوا عليها؟ والله الصعوبات كثيرة حقيقة. إنه إحنا حجم مدينة عدد سكانها تجاوز 3.5 مليون حسب التقارير اللي عندنا من المجلس البلدي لمدينة الصدر. إنه أمانة بغداد تتعامل مع المناطق مثلا كأصغر بلدية بغداد وتعاملها حال البلدية اللي هي مدينة الصدر. مثل ما تعرف احنا عندنا بلديتين، الصدر الأولى والصدر الثانية. حجم الآليات وحجم العمل هو مو بحجم العدد السكاني. عندنا مشاكل كثيرة، عندنا بعض القطاعات انه هي طالبنا باعتبار احنا واجهة للمدينة، طالبنا انه يكون لهم مقرنص على أقل تقدير حال باقي القطاعات. وهذا المقرنص مثل ما تعرف فشي جمالي وحضاري وشي حلو. اكو عندنا حاويات صايرة بالشارع العام، احنا جاي نعمل انه نزيلها يعني
خليها بمكان آخر. المواطن شي يريد، المواطن يريد شارع نظيف، يريد باب نظيف، يريد منطقة نظيفة. احنا الآن ركزنا كل جهدنا على هذا الهاشتاك. عندنا عدة مشاكل، مشاكل مرورية، مشاكل اطلاق العيارات النارية، مشاكل التوك توك، مشاكل الدراجات الصغيرة. هاي ما نقدر احنا نعالجها بساعة واحدة، ولكن بعد ان شاء الله هو نجح الهاشتاك، وراها راح نبدي بهاشتاك اخر انه نشوف شنو الضروري وراح نعمل عليه. زين انتو بديتوا الحملة من ايت الصدر، المناطق المجاورة لكم او غير المجاورة ببغداد بصورة عامة اكو استجابة شفتوا بدوا وياكم؟ حيحطين البارحة اكو بيج حيحطين جدا متفاعل، اخذوا المقاطع ونشروا ونظفوا بيبانهم، حيقور بلديات المناطق الشعلة، حي الجواديين، كل مناطق بغداد. اكو احنا ذاك يوم بلقاء مع مشاركة بزيارة الأربعين انا وشاعر عبد الخالق المحنة، تحياتنا إليك. انه اتفقنا على فد موضوع انا وياه وجبار رشيد، اتفقنا على موضوع انه الموضوع يتعمم، فاحنا لازم يتعمم، خلينا ننجح بالبداية. شنو الموضوع؟ هو الموضوع مال الهاشتاك انه يتعمم على جميع المحافظات، يصير تعاون بين امانة بغداد ومجالس المحافظات بعموم بالعراق، حتى نسوي فد بيج موحد يعني نسوي فد دراسة الموضوع ويستمر العمل. طيب من كل من مدينة من كل قطاع مشاركين بيها؟ والله هي 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 مو هي ما محدودة بقطاع، هي قلت لك الرابطة متابعة لأنه عدد أعضائها ذكرت لك إياه. فمن يصير موضوع القطاع يقوم يتعامل مع الحدث بالقطاع الآخر. لا اللي مشاركين وياكم جميع القطاعات، جميع القطاعات شاركت، جميع القطاعات، ما ما ماكو قطاع ما شارك. طيب. اكو فعالية قليلة يعني بس هو مشارك. مشارك. طيب هي فكرة من؟ والله مثل ما قلت لك الفكرة هي انطلقت من رابطة واحنا نضجناها، يعني فكرة بنيتها انا شخصيا يعني. انت؟ اي نضجتها وتعاملت وياها وطرحتها على. شلون بديت تتعامل وياها؟ لقيت صعوبة من باب يعني. من باب التشجيع. مثل ما تعرف يعني اكو ناس تحب الاعلام، تحب الناس تتحدث بالشيء الايجابي. طبعا هسه اشوف المواطن اكثر شيء يتحدث بالسلبي. طيب. مع العلم الايجابي كثير بس احنا ما منتبهين دائما، صح نميل للسلبي اكثر، فالموضوع الايجابي قليل من يركز عليه. فقمت انشر صورهم بالرابطه والاعلام ياخذها، فبدا صار اكو تفاعل. طيب انت من بديت يعني تسويها انت امنت بهالشيء؟ طبعا كنت مؤمن وقلت كنت مؤمن انه لا مؤمن تنجح. اول منشور قلت لهم انا عازم على النجاح ولازم ننجح، وفعلا راح ننجح ونجحنا يعني. الحمد لله والشكر. طيب اللي وياك بالبدايه ساندوك لو؟ طبعا احنا ماكو فكره، قلت لك احنا انا شلون اكون واثق من نفسي اذا مو بس الباب. اكيد انت كدست كل وقتك بديك الفكره. ما عندي انا قليل هسه منشوراتي يمكن تتابعوها بالرابطه وعلى صفحتي الشخصيه، ما عندي غير الهاشتاج النظف باب. زين شلون قدرت توافق وقتك ويا عملك وشغلك وبيتك وتطلع والله هي هاي هي هي هاي اللي 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 مراتي يحزون عليها الاصدقاء، يقولوا احنا نتمنى انه شلون انت توفر وقتك. ما احاول استغل كل ثانيه، احاول استغل كل المشي بالشارع، كل شيء احاول استغله لاجل هاي الحمله يعني. والباقي الاشياء نفس الشيء يعني، وين ما روحنا احنا ما عندنا مقر. زين قلت استغل المشي بالشارع، شلون يعني تمشي شو تسوي يعني؟ امشي بالشارع مثلا انا اتجول بمدينتي، البارحه كان عندنا شباب يغلفون التيل، هذا العمود مال الكهرباء، يغلفوه بنايلون على مود الاطفال لا يتمسهم الكهرباء. هذا موضوع، وانا امشي بالشارع تليفون عندي ولد عندي، افتح في مقطع فيديو او اصورهم وانشر على الرابطه. هاي يعني تستغل انه تمشي بالشارع حتى تشوف. اي طفل البارحه معاه، طفل معوق البارحه شفته، قلت له شو تسوي يا عمو؟ قال جاي اشيل بالزباله وحده. طيب بس بالمدينه لو تفتر بباقي المناطق؟ والله لا انا افتر، بس هو يعني احنا باعتبار رابطه مبدعي مدينه الثوره، فشكو شيء يتعلق بالمدينه اكثر شيء يعني. لا رحنا لباقي المحافظات، رحنا كثير المحافظات. اكو طفل مره نجح بالمدرسه وجاب الشهاده مالته، طبعا هو موقف كان كلش صعب، حتى احد الاعضاء دخل عليه قال امسح المقطع رجاء يعني. طفل يبكي على صوره ابوه شهيد، يقول له بابا نجحت هاي الشهاده مالتي. رحنا للحله هيك منطقه كلش بعيده، فاخذت له جهاز تليفون ورحنا، واخذت هيك لعاب لاخته لانه خابرت عمهم اتصلت عليهم، اخذنا لهم بعض الهدايا والطفل جدا فرح. قلنا له احنا هذا رقمنا وشنو اللي تحتاجه،
مساعدات قدمنا كثيرة، يعني أجرينا عمليات، واحدة منهم كلفت 14 مليون، دخلنا وين المستشفى سويناها 7 ملايين، هم جمعة ونص قبل أيام. طيب أكو دعم مادي؟ والله إحنا ما نستلم أي دعم مادي حقيقة، بس تجيكم عروض. ما نستلم. أنت من تتعامل مع المادة؟ ما تستلم. أوكي انتهينا منها، بس عروض تجيكم؟ طبعا عروض كثيرة خصوصا من الانتخابات، بس ما قبلناها. يعني أريد أوضحها، قلت لك اكو شخص قبل ايام راح الاربيل انه يجرى عمليه مال الكلى، فاكو بعض المحسنين احنا علينا نجيب نحكي عن الحاله وننشرها ونقول لهم تعاملوا انتم وياهم، ما احنا ما نتدخل حقيقه، تبقى احنا مجرد نكون رساله محبه. زرنا مستشفى الامراض العقليه لانه غرق ذيك المطره، ماكو ناشدونا، رحنا اخذناهم غطاس بتعاون مع امانه بغداد، كان بها علي جاسم الحميداوي رئيس هيئه خدمات بغداد وبلديه الغدير، رحنا وسيطرنا على الموقف، سحبنا المي من على مرتفع ذول امراض عقليه فيمشي بنص المي ببطانه، فالموقف جدا وراها اخذنا لهم العفو على عددهم ملابس وجقاير رجال ونساء. زياره دار المسنين 11 مره، حفلات سوينا لذوي الاحتياجات الخاصه، واكو منظمه سويديه تعاونت ويانا، طبعا تحياتنا لهم، منظمه احباب الروح بحديقه العاب الحبيبيه، سوينا اكثر من مناسبه، يعني وجبه اكل، وهي تعتبر شلون سفره لهم ترفيهيه من منطقه العظميه، طبعا تفاجئوا وقالوا احنا نجي المدينه وكذا، فشافوا الحب وشافوا الموده، فنقلنا فت صورة عن المدينة إنه هي المدينة محبة للحياة، مدينة جميلة. أستاذ كريم، حضرتك شاعر وإعلامي، وين أشوف نفسك أكثر؟ والله ما أنا مشكلة، أنا ما أعرف وين أشوف نفسي، يعني أنت تسألني هذا السؤال، أنا ما أعرف وين أشوف نفسي، أنا موجود بكل مكان، يعني بالشعر موجود، بالإعلام موجود. زين، إذا موجود بالشعر سمعنا شيء. مثل ما تحب. يقودك إحساسك على المد وتسافر، ولا انت بنيتك تسافر، تلقى قلبك قاص لك هومة تذاكر، تريد تتذكر الشارع، تقضي كل الحسبة وتقضي الليل وحدك، توجد احساسك يقول لك هذا حدك، تلتفت ما تلقى روحك، تدور جيوبك عليك هل بتتوجد جقارة، وفكرك يخلص عذارة تشهق صورهم دمع، الدق بسامير على قلبك، الصيح اسم الله إذا واحد وقع، تعزل البارات وانت على الرصيف، تأشر يشيلك ضميرك، ياخذك يمنفق مظلم، تدفع الكروة ضميرك، يطبق السايق ينزلك، تدق مجروحك وتمشي، تشوف كم شق بقميصك، تسولف القصة لقميصك، تنام بالبير وتتان القافلة، وتحلم تروح الزريخة، أضغاط سكران بوهم، تقعد وتندل مكانك، إيكافي أصحى أنت مو يوسف زمانك. الله الله عليك. طيب تفضل اشرب مي على ما أسأل سؤال، لأنه تعبت شوية. بما أنه أنت شاعر وإعلامي، طيب الشعر حبيت أنه تستغله بهيك مواقف بالهاشتاغات وهيك شيء؟ لا حقيقة، يعني اكو بعض المواقف انه تتعامل وياها من باب الشعر. اي لا، بس ما يعني ما ركز. طيب حكيت مواقف هواية، احكي لنا موقف يعني قريب كلش عليك صادفك. موقف؟ فديوم دار المسنين اجى شخص خلى امه بالباب، قال لهم انا اروح ساعة واجي، ما اجى الا بعد 3 شهور، لقى امه ميتة يعني. هاي الساعة مات 3 أشهر. إيه، فبيجي يسأل عليها وما جاي يسأل عليها لأنه البيت باسمها، فيدي دي أخذها يبصمها. وأكو بعض الأشخاص طبعاً مواقف مؤلمة جداً يعني. طبعاً كسر جلدي. إيه طبعاً، أكو أشخاص رامين أهلهم مهاتهم وأباهم دار المسلمين، يجوهم بس براس شهر مو يشوفوهم، يجوهم حتى يبصمهم ويأخذون الراتب التقاعدي. فهاي المواقف اللي جاي تعامل وياها، أما تروح تشوف مثلاً عائلة محتاجة أو أحد يتنخى بيك، أو يعني أكو ناس والله يدخلون بالخاص يقولوا يابا إحنا
اريد مساعده، يابا انا اساعد ما عندي انا مثلا مين اساعد؟ صح. فننشر الحاله، اما يريد ثلاجه، اما يريد كنتور، اما يعني ذاك اليوم موقف مو اذاني دمرني. اكو وحده من خواتنا من مدينه الحريه رادت عربانه مال هاي مال طفل لانه بنتها عندها ضمور. دبرنا لها عربانه مستعمله. طبعا كل يوم تشكر من عندي، يا بس هي عربانه ما الفقيرة بالنسبه لها. صح. ايه. فبالمستشفى طلبتها من عندها وحده، قالت لها بس اودي بنتي اروح. ما رجعتها؟ هي اخذت العربانه وراحت. طيب انت تحكي مواقف سلبيه، احكي لنا شيء ايجابي صار وياك. موقف انه حبيته بس ايجابي هو. والله الايجابي انه انت تمشي بالشارع، الناس فرحانه بالاعمال اللي تسويها. الناس هاي اكثر طاقه تكون لك وفرحه. طبعا. اي الناس تقدم لك مثلا اكو اشياء تسهيلات، مثلا تصعد بتاكسي يقول لك ما اخذ كروه. تاكل طيب. لفه فلافل بالشارع يصيحون واصل كريم جسر ما اخذ او شاي او فد شيء او تبعد فد مكان. حلو قدرت طيب. تبني اسم يعني. نعم. استاذ كريم احنا وصلنا طبعا لختام الفقره، بس بالاخير شو تحب توجه كلمه؟ والله كلمتي ان شاء الله مو الاخيره، كلمتي لاهلي وناسي واحبائي مدينه سلمان قيوش ومحمد علوان وعباد العماري وسلمان المنكوب وحيد الاسود وكاظم اسماعيل قاطع وعريان السيد خلف، هاي المدينه العظيمه مدينه كل ذكرت حبيب حياتنا. جعفر وكريم صدام ومدينه ناطق هاشم، مدينه الابداع، اتمنى من عندهم انه يتعاملون ويتفاعلون مع هاي الحمله، لانه من هاي الحمله راح تنولد اشياء كثيره ان شاء الله. فان شاء الله نتمنى لها التوفيق ان شاء الله. شكرا لك حبيبي. ان شاء الله طبعا نتمنى لك الك التوفيق عزيز. الله يسلمك حبيبي استاذ كريم. ان شاء الله نتمنى لك الكم التوفيق. الله يسلمك. ان شاء الله في دور قلبك. اذا مشاهدينا انتهت فقرتنا، فقره الضيف لهذا اليوم، لكن مستمرين وياكم، خليكم ويانا.